السلام عليكم، ازيكم بنويت؟ عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد من ياتي سمايل. ان شاء الله النهارده هنعمل فتح كراتين اوردر بريمور. زي ما قلت لكم في اللايف اللي فات ان انا بطلت شغلي، يعني فالاوردرات اللي هتيجي بعد كده كلها هتكون حاجات شخصيه ليا، وده حلو عشان خاطر هنقدر نفتح كل حاجه مع بعض وتبقى كل حاجه بتاعتنا يعني براحتنا. الاوردر ده دي الفاتوره اللي بتاعته جايه اهي بورقتين، تمام؟ الفاتوره بتاعتهم واضحه وباينه وكل حاجه مكتوبه تمام. تدفع عليه شحن 40 جنيه و5 جنيه مصاريف اداريه. على فكره الشركات كلها الشحن بتاعها غلي، يعني ما بقتش مستغربه، يعني كل الشركات انا شايفه ان الشحن بتاعها غلي. ماي واي بس اللي الشحن بتاعها قليل، مع انه غلي عن زمان، بس هو الشحن بتاعه قليل عشان هي عندها ما شاء الله مخازن في كل المناطق. هتلاقي مخازن غير الشركات الجديده ما عندهاش مخازن، فبالتالي هي بتجيلك من منطقه بعيده. المهم تعالوا بقى نشوف انا جبت ايه، وكلها حاجات بقى منوعه للبيت. يلا بينا نبدا. نبدا باكبر كرتونه. اول حاجه جبتها هي لعبه. اللعب دي لفتت نظري جدا، هم عندهم تشكيله كبيره قوي من اللعب دي، خصوصا لسن الثلاث سنين واربع سنين وخمس سنين والحاجات دي كلها. هو مكتوب ان هو من سن خمس سنين فيما فوق، وفي عندهم الالعاب تانية. اللعبه دي بتعلم العيال العد. هي على فكره كانت جامد سلفنه، بس عيالي ما استحملوش ان هم ما يفتحوهاش. يعني تعالوا بقى احنا نفتحها مع بعض، تمام؟ هي الكرتون بتاعها قوي ما شاء الله، بتتفتح وبتيجي كده، تمام؟ دي انا جايباها عشان تعلم العد للعيال. بتكون مقسومه حاجتين اتنين، اهدي سيره بس لو سمحتي. بتكون مقسومه حاجتين اتنين، حاجه معاها ارقام كده الرقم مكتوب، والتانيين بيكون نقاط معدوده. تعالوا بقى نفتحها مع بعض. بص، الكروت الاولى هي كروت ورق مقوى كده اهو، تمام؟ هي بتكون اتنين كده مع بعض، تمام؟ بيكون مكتوب الرقم ومعاه العد بتاعه. الكارت التاني نفس الكلام اهو، وهكذا بقى التالت لحد رقم عشرة. يعني هي اخرها لحد رقم عشرة. انت بتقعدي بقى تلخبطي الكروت دي مع بعض، تلخبطيها على الارض وتقولي له بقى ايه عد ووريني ايه الصور. التانية بقى بتكون نقط، مش ارقام مكتوبة، بتكون نقط مكتوبة اهي. عشان احنا كنا لعبنا بيها، سيبيها يصير عادي، ماشي اهي، تمام؟ بتكون بتعد النقط وتعدي معاها كام واحده، برده لحد رقم 10، عشان احنا كنا قعدنا لعبنا بيها شويه. تقعدوا تلخبطوها وتقولوا لهم بقى ايه، جمعوا الاثنين مع بعض، وهكذا بقى. لعبه حلوه، وعندهم العاب ثانيه بتعلم برده، زي الاختلاف، زي الذاكره، تقويه الذاكره. وهقول لكم كنت جايباها بكام؟ عامله 54 جنيه. تمام، يلا بينا على اللي بعده. كيس البهارات ده كان بتاع البطاطس، ده كان جاي لي مجانا. زي ما انتم عارفين لما بتبقي عامله عدد نقاط معينه بتختاري من الهدايا، فانا كنت اخترت كيس البهارات بتاع البطاطس ده، واخترت كمان صابون نوعين. اكيد هيطلع دي الكميه بتاعته اهي، ده كان جاي لي مجانا بس ريحته حلوه. وبعدين جبت بقى حاجات للبيت. معظم الحاجات دي هتلاقوا حاجات للبيت عشان ايه، اجرب الاكل والحاجات دي، غير الاوردر اللي فات كان كله حاجات جسم وشعر وكده. جبت علبه حلاوه بالشوكولاته اهي، دي الروفان حاجه كده، الروفان بتاعها لحظه بتكون جايه متسلفنه كده اهي، استني يا قلبي حاضر، وبتكون اهي، تمام؟ هقول لكم برده سعرها والوزن بتاعها. 350 جرام وعامله 22 جنيه. ده اللي قلت لكم عليه، اللي هو صابون المواعين اللي كان جاي لي مجانا مع البطاطس. هو بالفراوله، اسمه اي بي سي. بصوا هو مش اتقل حاجه، يعني انا شايفه ان هو مش اتقل حاجه، بس برده نجربه ونشوف. كاتبين بقى الحاجات دي عليه من ورا اهي، ماشي. يضاف في معيار فنجان صغير الى كل لتر ماء تقريبا. يلا بينا على اللي بعده. جبت بقى ايه، كاتشب ومايونيز ومستردة. انا كنت جبت الثلاثه دول، بس سير سمحت، كنت جايبه الثلاثه دول قبل كده في الاوردر اللي فات وجربتهم، كان سعرهم رخيص جدا وقلت اجربهم تاني. جبت المره دي كاتشب حار، تمام، وهقول لكم رايي فيه ايه دلوقتي. وجبت اللي هو المايونيز برده حار، عشان انا عيالي ما بتحبش المايونيز والحاجات دي، كانت بحب الحاجات المشطشطه. وجبت المستردة عادية. الحاجات بتاعتهم بقى
الكاتشب عامل 12 جنيه والمايونيز عامل 15 جنيه والمستردة عاملة 12 جنيه برضو، تمام كده؟ طيب رأيي في الكاتشب والحاجات دي، بصوا هي طبعا مش زي هاينز، يعني مش نفس طعم واللون الغامق بتاع هاينز، لا هي افتح شوية وطعمها مش زي طعمهم، بس الصراحة حلوة يعني مش وحشة، لكن لو قارناها بهاينز لا هاينز احسن شوية بس اغلى. فانا بالنسبة لي ان دي ماشي الحال وبتفرح العيال في السندوتشات والحاجات دي، فانا بالنسبة لي كويسة جدا، تمام كده؟ طيب تعالوا بينا بقى نشوف اللي بعد كده. جبت بقى كيلو من حبيب قلبي صوص الشطه. انا بحب الحاجات المشطشطه جدا على عكس جوزي وعيالي ما بيحبوش الحاجات المشطشطه، فما بقدرش احط فلفل شطه في الاكل. دايما في طبيعي انا تلاقيني حطيت شطه، فقلت لا اجيب انا بقى صوص الشطه الحلو الجميل ده. الكيلو ده كله عامل 22 جنيه، ده شكله اهو عشان ايه لو عايزين تجيبوه، ده كله عامل 22 جنيه. انا مش طبعا مش هحط كله في التلاجة لان ده كده كتير عليا قوي ممكن يبوظ، فانا بحط حبة في علب زي العلب بتاعت الكاتشب دي في التلاجة والباقي ده بحطه في الفريزر. ايه تاني؟ جبت كمان ازازة خل اللي هي خل طيبة 5%، تمام؟ ازازة الخل دي كانت عاملة 7 جنيه، تمام؟ فقلت برضو نجرب الخل طبعا، بس هو ابيض وشكله حلو يعني. طيب بعد كده جبت كمان علبة عسل صغيرة، مش قلتلكوا حاجات هتبقى كلها حاجات من المطبخ. جبت نوع العسل ده اسمه بي بيور، هو ده اسمه الماركة بتاعته، تمام؟ العلبة دي كانت عاملة 24 جنيه، الوزن بتاعها 250 جرام، 22 جنيه وهي عاملة 250 جرام، تمام؟ بس هو تقيل ما شاء الله عليه يعني. جبت كمان علبة طحينة من الروفان برضو، العلبة الطحينة كانت عاملة 14 جنيه، هي 125 جرام، كانت عاملة 14 جنيه. طيب جبت ايه تاني؟ جبت كيسين ملح. بصوا جبت كل حاجة من حاجات المطبخ، جبت كيسين ملح اللي هو خير بلدنا، والكيس كان عامل جنيه، انا فاكراه الكيس ده كان عامل جنيه واحد، فانا مش عارفة هو كده الاسعار غالية ولا رخيصة برضو بقولولي. ماشي؟ فعلا كان عامل جنيه، هو 300 جرام، تمام؟ جبت ايه تاني؟ جبت كيس بسكوت، طبعا فتحناه وجربناه، ده بسكوت بجوز الهند. البسكوت ده الوزن بتاعه هقول لكم دلوقتي، ده 160 جرام، 160 جرام، كان عامل 8 جنيه او 9 جنيه، هفتكر دلوقتي واقول لكم، كان عامل 9 جنيه، العلبة دي كلها كانت عاملة 9 جنيه. تعالوا بقى نفتحه مع بعض، بما ان احنا اصلا كده فاتحين يعني برضه. بصوا هو بيجي كده اهو، تمام؟ اتفضلي. هو ده بيبقى شكله. بصوا عامل زي الكحكة كده شوية. اتفضلي يوسف. ماشي انا هاخد الحته المكسوره دي. هو طعمه جوز هند جدا وطعمه حلو وبيبقى احلى من الشاي بحليب، طعمه حلو بجد. اللي بجوز الهند طعمه جميل وعامل زي الكحك، قوامه كده تحس انه عامل زي الكحك. طيب جبنا ايه تاني؟ جبت نوع بسكوت تاني اسمه هما اهو، ده بسكوت بالشوكولاته. طيب هو بيكون 24 قطعه كده من جوه، ده الكيس الواحد فيه بسكوتة واحدة. هقول لكم سعره، بس كان عامل حاجة وعشرين جنيه، هقول لكم سعره بالظبط كام دلوقتي. نفتح بس واحدة، ده بيكون شكله كده من جوه طبقتين، تمام؟ استنى نكسرها، وده شكله من جوه اهو، تمام؟ اول مرة هجربه. فضلي سيب. طعمه تحفه فعلا، طعمه جميل قوي، طعمه جميل جميل يعني. العلبه دي كلها هقول لكم عامله كام دلوقتي، 23 جنيه بالظبط، 23 جنيه، ماشي؟ بعدين دول كانوا متغلفين الثلاثه في بعض، كانوا عرض على بعض الثلاثه متغلفين كيكه. استنى بقى نشيل الغلاف ده، تمام؟ كان كيكه اسمها شوكولاته مع كيكه برتقال مع كيكة فانيليا. التلاتة بقى مع بعض كانوا عاملين كام؟ كانوا عاملين 37 جنيه، التلاتة كانوا عاملين 37 جنيه.
تمام. متحمسه جدا برضو اجربهم. هو كل واحده فيهم بتكون قرب نص كيلو، يعني هي مش نص كيلو كامل، قرب نص كيلو ماشي. وطرق التحضير بتاعتها برضو ايه، بتبقى مكتوبه ورا كده، والمكونات بتاعتها بتكون مكتوبه ورا. تمام، برضو الحاجات دي لازم هنجربها اكيد ونعمل فيديوهات. احنا خلاص فضينا بقى، ولا شغله ولا مشغله، وقاعدين فاضيين، اجرب لكم في الحاجه ونعمل فيديوهات. يلا بينا بقى على الكرتونه اللي بعدها. هما جايبين لي اكياسهم، الصراحه مش كتير قوي، هما جايبين لي كيسين بس اكياسهم كبيره يعني برضو الصراحه. بصوا ما شاء الله الكيس كبير وشكله حلو، بس هما جايبين لي كيسين اتنين. تعالوا بقى ايه، ريحه السميك طالعه، انا طالبه فيك. بصوا جايبه ازازه فينيك، انا بحب ريحه الفينيك جدا جدا. الفينيك ده هقول لكم وزنه كام، ده 600 ملي من دكتور شهاب عامل 14 جنيه. 600 ملي دكتور شهاب عامل 14 جنيه تمام. طيب بعد كده بقى جبت الاثنين دول. اول واحد فيهم ده منظف الاستلس من سترو، ده منظف استلس من سترو، عامل كام بقى؟ عامل 20 جنيه. بصوا بقى هو بيتفتح كده، انا اول مره على فكره هجرب حاجه زي كده. بيكون جواه كيس عامل زي السكر الخشن او الملح الخشن، تمام، عامل زي ملح خشن، ومعاه الروشته بقى اللي هتقول لنا نستخدم الموضوع ده ازاي، تمام. فتعالوا بقى نقراها ونفهم المفروض ان احنا بنعمل ايه فيه عشان يبقى ب 20 جنيه كيس صغير زي ده. هو عامل كانه زي ملح الليمون، لان هو بصوا عاملين مقسمينها. انت عايزه تنضفي ايه؟ لو انت عايزه تنضفي الغلايات وماكينات القهوه البويلر يعني والحاجات دي، هتحطي معلقه كبيره منه على كوب ميه وتشغلي البويلر، شيلي دي كتير. اما بقى الاواني والكبائن بتضيفي معلقتين اتنين على نص لتر ميه سخن، وبتستخدمي المحلول لغسيل الاواني اللي استلس والكبائن الدش اللي هو يعني الخلاطات والدش والحنفيات والحاجات دي، واسطح البوتاجاز. يبقى معلقتين على نص لتر ميه سخنين. طب الغسالات الاوتوماتيك بتضيفي 4 معالق كبيره في درج المسحوق، واعملي دوره كامله بميه سخنه للتنظيف. طيب في ازاله الدهون بتضيفي معلقه واحده على معلقه بيكنج صودا على كوب ميه سخنه، ويغسل بها المسطحات المراد ازاله الدهون منها. البتاع ده عايز فيديو وش، لان هو كيس صغير جدا جدا. بصوا كيس قد ايه، صغير قوي، وعامل 20 جنيه فهو غالي صح؟ فهو غالي جدا، بس انا عايز اشوفه هو غالي ليه، يعني هشوف ايه دنيته عامله ازاي. التاني بقى اللي هو مسلك البلوعات، وده كنت يعني اول ما شفته فرحت بيه قوي، انا برضو عمري ما استخدمته بس انا محتاجاه جدا جدا. فتعالوا، مسلك البلوعات ده بقى عامل 12 جنيه من دكتور شهاب ماشي. طيب تعالوا بقى نشوف برضو دنيته ماشيه ازاي. هو هنا بيقول لك ايه، بتنزح الماء الزائد في الموقع المراد تسليك، يعني بتشيل الماء الزايده، ويتم تفريغ محتويات العبوه كامله في فتحه الموقع المسدود. بتحطي ببطء لتر من الماء الساخن فوق المركب، ويترك لمده 30 دقيقه للتفاعل. بيتم تمرير تيار ميه سخنه او بارده بكميه وفيره للمساعده على تسليك وانهاء المشكله والانسداد. لا يجب خلط هذا المركب مع اي مواد تانية. بصوا شكله بيبقى عامل ازاي اهو، ده بيكون شكله بيكون عامل زي الحصى، ايه ده، عامل زي كانه حاجات مكسره. بصوا اهو هو ده. ف برضه ده محتاج تجربة ونشوف دنيته عاملة ازاي. يلا بينا نشوف بقى ايه اخر حاجة في الكرتونة دي. التلات علب دول كانوا انا فاكراه كويس عاملين 19 جنيه، دول تلات علب اهو بناديل سحب ماركة رونزا اهي دي الماركة، تمام. تعالوا نشوف جودة المنديل عاملة ازاي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يا رب تكون جودتها حلوه يا رب. تعالوا اجيب لكم واحد مش مقطوع. بصوا ده جوده المنديل، هي مش وحشه ومش احسن حاجه، في ناحيه منها خشنه محببه اهي، وفي ناحيه تانية ناعمه.
انا عن نفسي يعني لما عايزه الخشنه دي يعني همسح سطح حاجه يعني عيالي يوقعوا حاجه او كده، لكن لو ناعمه بستخدمها على وشي او وش عيالي. فانا شايفاها هي جودتها كويسه مش وحشه، بس مش زي الماركه بتاعت اسمها ايه فاو والحاجات اللي احنا بنشتريها من تحت دي، مش لا مش خامتها قويه زيها، لا مش احسن حاجه، بس هكررها تاني. اكررها تاني عادي لان ماشي حالها مع العيال في مسح ورا العيال والحاجات دي، انا ما هقدرش من تاني لانها رخيصه جدا. لكن لو عايزاها تقدمي حاجه للضيوف تبقى بره في الصاله يعني او كده، لا طبعا ما تحطيش منها، هتجيبي بقى من الحاجات التانية اللي بره. لكن دي استخدام البيت انت والعيال وفي البيت وفي المطبخ وفي الحركات التانية دي، دي جميله جدا. تمام كده. طيب ده كده كانت الكرتونه اللي بعد كده. تعالوا بقى على اخر كرتونه. جبت بقى دي. هي كانت برده متبرشمه. انا بحب جدا جدا المساحة، بس اللي جربت مرة المساحات القطيفة. تمام. المساحات القطيفة دي تحفة جميلة جدا، هي بتيجي كده غيار لوحدها، وانا عندي من العصيان وهركبها فيها. كمان بقى لو كان عندهم اللي بتبقى قطعة واحدة، بتبقى قطعة واحدة مربعة بدل ما بتكون قطع كتيرة كده، بتكون احسن كمان. بس انا اول ما شفتها على طول لقطتها قبل ما تخلص. كانت عاملة 11 جنيه. تمام. الغيار ده كان عامل 11 جنيه وهي مليانة ما شاء الله برضو، يعني هي قطع صغيرة كده من القطيفة، كله قطيفة، بتكون حلوة قوي 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 في المسح او في التنشيف. يعني لو عايزة تمسحي بتمسح معاكي حلو، ولو عايزة تعمليها للتنشيف برضو حلوة، بس هي في المسح احسن بكتير. فجبت الغيار ده. جبت ايه تاني؟ جبت عادي سيرو سمحتي. جبت 2 كابتشينو. عارفين ان انا بحب الكابتشينو والقهوه لكن ما بحبش الشاي. جبت 2 طعمين، الطعم الاول باللاتيه والطعم الثاني بالفانيليا. طيب الوزن بتاعهم كام؟ الوزن بتاعهم 135 جرام. تمام. العلب بتاعهم شيك قوي، انا مش هرمي اكيد العلب دي، مش هرميها. وتعالوا نفتح كده حاجه، بس انا جوزي فتح. معلش معلش، تعالوا نفتح الثانيه المتبرشمه دي. الاوردر لما بيجي لازم كلنا نتبسط بيه. بتيجي متبرشمه كده، وانت ايه بتقومي فاتحاها بالمنظر ده كده اهو، وبتكون من جوه كده العلبه. بص من جوه حلوه، هي مش صفيح، هي تحس ان هي كرتون متبطن بحاجه او متغلف بحاجه. فاكيد مش هرمي العلب بتاعتهم. طيب هما بقى كانوا عاملين كام؟ الواحده كانت عامله 25 جنيه. الواحده عامله 25 جنيه وهي 135 جرام. طيب تعالوا بقى حاطين برضو كيس اهو، كيسين كمان اهم، كيسين اهم. تمام. طيب في ايه تاني؟ في البسكوت، علبه بسكوت كمان اهي بكريمه البصل. يعني انا جالي فضول ان انا عايزه اجربه دوت من نوع ده بكريمه البصل. في 24 قطعه برضو، وبيكون جاي عامل كده. طبعا احنا خدنا واحد نجربه. بصوا ان انت تاكليه لوحده لا مش حلو لوحده، يعني في طعم بصل بجد. هو عايز تدهيني عليه جبنه، تعملي عليه جبنه او تعملي عليه زيتون، يعني تعمليه كواجبه بحاجه. يعني لوحده لا الصراحه مش حلو، هو مش مسكر، هو مالح. تمام اهو، بيكون الواحده فيها 4 من تحت و4 من فوق، يعني فاهمين؟ يعني فيها 8 وحدات من دول، 4 همت واربعة من الناحية التانية. تمام؟ فيهم 8 وحدات. هيبقى حلو قوي مع ان انت تدهني عليه شوية جبنة، وتحط شوية طماطم او زيتون، وتقفلي عليها وتاكلوها. لكن لوحدها لا مش حلوة الصراحة. حتى عيالي ما استطعموهاش، يعني دي لينا احنا. اول ما طلعتهم ما عجبهمش. لكن احنا انا وجوزيني عجبنا بالمنظر ده، لما عملناها بالجبنة والكلام ده كان طعمها حلو قوي. او لو ما عندك صوص حاجه وتغمسيها بيها، يعني تبقى كانها ايه عارفه العيش المحمص او كده، لكن كحلويات لا مش حلويات. طيب البسكوت ده عامل كام؟ كان عامل 24 جنيه، 12 قطعه، 12 قطعه مش 24، انا اسفه. تمام. ده كده كان ايه البسكوت ده. وبعدين جاي لي بقى ده البروشور. عشان تجيبيه لازم تطلبيه، بيبقى عامل 25 جنيه سعر البروشور. فبما اني برده مش شغاله فقلت هدفع 25 جنيه على حاجه انا مش محتاجاها، انا كده كده معايا الابلكيشن وخلاص. فهو جايبين لي بقى ده مجانا، ده مش البروشور، ده حاجه للشركه نفسها يعني.
تمام، فيها بقى المستويات والقصص وحاجات من دي، بيجي مجانا لوحده يعني انا ما طلبتوش. تمام كده، بس كده ده كان اوردر الشهر ده. ان شاء الله برضو استنوا مني اوردر للشهر اللي بعديه، ولو حد فيكم جرب حاجه من الحاجات اللي انا جايباها وانا مش عارفاها هتبقى حلوه او في حاجه للاستخدام بتاعها تقول لنا هناك في الكومنت تحت في الكومنتات، قولوا لي حابين اجرب لكم ايه ضروري، اسرع حاجه اعمل لكم عليها فيديو ضروري اجربه بسرعه. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وتشجعوني انا استمر في الفيديوهات على اليوتيوب. انا خلاص فضيت لكم وهطلع لكم لايفات كتير باذن الله وفيديوهات كتير ان شاء الله، وعايزاكم تساعدوني كمان تقولوا لي حابين اعمل ايه بقى تاني محتوى، يعني ايه المحتوى اللي حابين اعمله، بس بعيدا عن محتوى التنظيف، روتين التنظيفات والحاجات دي. قولوا لي برده ايه اللي انتوا حابين ان انا اعمله، عشان الصراحه انا عايزه اجدد لكم وانوع لكم شويه. السلام عليكم، اشوفكم الفيديو الجاي.